وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير أحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن تفسير بعض الرؤى، عن رؤية الشيطان في المنام. رؤية الرجل للشيطان في المنام، لحد هنا الرؤية سواء للرجل أو لغيره يعني رؤية مسمومة. الجميل جدا لما بشوف حد يقول لي مثلا أنا شفت الشيطان وتعوزت منه في المنام. هذه الرؤية تدل على تبديل الأحوال ونجاة من شر، أنت هناك شر قادم إليه، أو نجاة من أشخاص مخادعة في حياتك. لسيما وده الجميل جدا لما اشوف ان انا شفت شيطان في المنام او ابليس او الاخر واقرا عليه القران. هذه رؤيه جميله جدا تدل على انتهاء الازمات والمشاكل. خلي بالكم الرؤيه ما لهاش علاقه خالص بابليس ولا بالشيطان ولا الكلام ده، ده لها علاقه بازمات انت بتمر بيها، باشخاص حاقده منافقه مخادعه كذابه موجوده في حياتك. فلما تقرا القران الكريم على الشيطان او ابليس فهذه الرؤيه تدل على انتهاء لأزماتك أو لمشاكلك. الجميل جدا إن في بعض الناس، خلي بالكوا على فكرة الأمر ده صعب جدا في قضية الرؤى، إن أنا أشوف إبليس وأتعوذ منه أو أقرأ عليه قرآن أو إن أنا أضربه. ضرب الشيطان في المنام انتصار على الأعداء وتخطي لبعض المصاعب الكبيرة في حياتي. ده بالنسبة كل ده بالنسبة لمين؟ للرجل المتزوج أو حتى الشاب. طب بالنسبة للبنت العزباء أو المرأة المتزوجة، تخلص من مشاكل في حياتها الزوجية إذا كانت امرأة متزوجة، وتخلص من مشاكل موجودة في حياتها بصفة عامة إذا كانت بنت عزباء. رؤيته فقط للمرأة المتزوجة ربما تدل على أن هذه المرأة بعيدة عن الله ومقصرة في العبادات أو الطاعات، رؤية تحذيرية. رؤيته للمرأة الحامل ده بيدل على الهواجس اللي بتجيلها بسبب الحمل، ممكن تسقط، ممكن جنينها يموت، ممكن هي تموت، فده حلم من الشيطان فاستعيذي بالله منها. ده بالنسبة مين؟ للمرأة الحامل. رؤيته والتعوذ منه بالنسبة للمرأة المتزوجة أو حتى الحامل أو حتى البنت العزباء تدل على تخطيها لمشكلة كبيرة في حياتها، فلتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الرؤية. رؤية المرأة بصفة عامة أيا كانت عزباء متزوجة حامل مطلقة أرملة، إن هي تجلس مع شخص والشخص ده فجأة تحول لإبليس أو شيطان في المنام، عليها الانتباه من شيئين. الأمر الأول وده واضح، وجود شخص مخادع ذو وجهين فعليها الانتباه. والأمر الثاني ربما تدل هذه الرؤية أن عندها بعض الذنوب والمعاصي وعليها التوبة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.